بعد ما اتكلمنا عن أمراض الدم هنتكلم على نقل الدم ونشوف دور التمريض في عملية نقل الدم. قبل كل حاجة لازم في معلومات لازم نعرفها عن الدم. ايه هو الدم وايه هي وظيفه؟ اول حاجة حجم الدم حوالي 5 لتر، والدم بيتكون من سائل أصفر اللي هو البلازما، ويتكون من خلايا دموية متعددة الوظائف. البلازما بتشكل حوالي 55% من حجم الدم، والبلازما بتتكون أساسا من ماء وأملاح معدنية وعدة عناصر زي السكريات والبروتينات والدهون. تتمثل البروتينات في الجلوبيولينات المناعية اللي لها دور مناعي في الدفاع عن الجسم، وأيضا البروتينات تتمثل في عوامل التجلط اللي بتساهم في إيقاف نزيف الدم، وتتمثل آخر حاجة في الألبيومين اللي بيقوم بالحفاظ على احتباس السوائل داخل الأوعية. أما خلايا الدم، احنا قلنا الدم بيتكون من البلازما ومن خلايا الدم. البلازما عرفناها، خلايا الدم بتشكل حوالي 45% من حجم الدم، يبقى البلازما بتشكل 55%، أما خلايا الدم بتشكل حوالي 45% من حجم الدم. وخلايا الدم عبارة عن ايه؟ عبارة عن كرات دم بيضاء، كرات دم حمراء والصفائح الدموية. كرات الدم الحمراء دي خلايا صغيرات الحجم ما فيهاش نواة، تعيش 120 يوم، عددها اكتر من 4.5 مليون في المليمتر مكعب من الدم، تحتوي على الهيموجلوبين، والهيموجلوبين ده اللي بيزود الانسجة بالاكسجين اللي بينقله من الرئتين ويخلصها من ثاني اكسيد الكربون. ده كرة الدم الحمراء. أما كرة الدم البيضاء فعددها حوالي 7000 في المليمتر المكعب من الدم، ويتنقسم لثلاثة أصناف: المحببات والليمفاويات والوحيدات. المهم لازم نعرف أن كرة الدم البيضاء لها دور هام في المناعة والدفاع عن الجسم. آخر حاجة من خلايا الدم هي الصفائح الدموية، ودي عددها حوالي 300000 في المليمتر المكعب من الدم. دي دورها الرئيسي هو إيقاف النزيف الدموي، دورها الرئيسي في التجلط وإيقاف النزيف. إيه أهداف نقل الدم؟ ندخل في أهداف نقل الدم. يتم نقل الدم لعدة أهداف. أول هدف هو المحافظة على نسبة السوائل في الجسم في حالات الغيبوبة وفي العمليات الكبرى. تاني حاجة من أهداف نقل الدم المحافظة على نسبة كرات الدم الحمراء في حالات الأنيميا وأمراض الدم. ثالث حاجة المحافظة على نسبة الصفائح الدموية. رابع حاجة إمداد الجسم بالأجسام المضادة وزيادة مناعة الجسم وقدرته على المقاومة. ده سؤال مهم جدا، إيه أهداف نقل الدم؟ السؤال بعد كده، ما هي الاحتياطات أو ما هي احتياطات مكافحة العدوى خلال نقل الدم؟ ما هو لازم عشان ما نقولش العدوى لازم في احتياطات عشان أمنع العدوى. ما هي احتياطات مكافحة العدوى خلال نقل الدم؟ غسل اليد قبل وبعد تقديم الرعاية التمريضية لكل مريض، يبقى لازم غسل الايدين. بعد كده ارتداء الممرضة للقفاز. بعد كده يجب تطهير المكان بالكحول، الكحول اللي هو الكحول 70%، وتركه ليجف قبل الثقب. يجب ان يغطي الشريط اللاصق مكان الثقب وكل اجزاء الكانيولا. اخيرا عند خلع الوصلة الوريدية فانه من الضروري تطهير المكان وتغطيته. يبقى دي كلها اجراءات لمكافحة العدوى. السؤال بعد كده المهم جدا، ما هي المضاعفات الوارد حدوثها مع نقل الدم؟ اول حاجة حدوث اعراض عدم التوافق، يعني واحد فصيلته ايه اديله فصيلة بي، مفيش توافق يبقى لازم اديله الفصيلة بتاعته بالظبط. يبقى اول حاجة من مضاعفات نقل الدم حدوث اعراض عدم التوافق. تاني حاجة نقل الامراض المعدية زي الايدز والفيروس الكبدي والزهري. تالت حاجة تورم والتهاب في الوريد. يبقى ديت المضاعفات الوارد حدوثها مع نقل الدم: حدوث أعراض عدم التوافق، نقل الأمراض المعدية، وتورم والتهاب بالوريد. السؤال بعد كده، ما هي الأمراض التي يمكن أن تنتقل عن طريق الدم؟ احنا قلنا ايه؟ نقل الأمراض المعدية دي من مضاعفات نقل الدم. طب ايه هي الأمراض اللي ممكن ينقلها نقل الدم؟ الإيدز، الفيروس الكبدي بي وسي، والزهري. لسه بنتكلم عن عملية نقل الدم. يجب على الممرضة معرفة الخطوات اللازمة لعملية تحضير أو طلب دم أو مشتقاته للمريض. والخطوات دي هي عبارة عن إيه؟
معرفة نوعية الدم أو مشتقاته المطلوب تحضيرها ولماذا؟ ليه احنا عاوزين النوعية دي بالذات؟ تاني حاجة معرفة الكمية المطلوبة ومدة إعطائها، عاوزين كيس كيسين 3 أكياس كده يعني. معرفة مدى احتياج المريض لها، عاوزين عاجل أو لا، عاوزينه دلوقتي ضروري ولا ممكن نستنى لبكرة. كتابة طلب تحضير الدم، سحب العينة، إرسالها لبنك الدم لعملية التطابق، استلام الكيس المطلوب، معرفة الاحتياطات اللازمة لعملية نقل الدم أو مشتقاته، ومعرفة الملاحظات المطلوبة أثناء نقل الدم، ومعرفة كيفية التعامل مع الأعراض الجانبية. فمثلا لو اتكلمنا عن نوعية الدم ومشتقاته المطلوب تحضيرها، هل كل الدم واحد؟ لا، في كرات دم بيضاء، في كرات دم حمراء، في صفائح، في بلازما، دي اسمها نوعية الدم. فمثلا المريض بيحتاج لنقل كرات الدم الحمراء امتى؟ في حالات النزيف الحاد وحالات الأنيميا بمختلف أنواعها، سواء الأنيميا الناتجة عن تكسير حاد أو مزمن بالدم، وكذلك أنيميا ضمور نخاع العظام، والأنيميا الناتجة عن ضعف عمل النخاع العظمي المصاحب للعقاقير الكيماوية. ده المريض اللي بيحتاج لنقل كرات الدم الحمراء. ويحتاج المريض لنقل الصفائح الدموية امتى؟ في حالات النزيف الحاد الناتج عن نقص في عدد الصفائح الدموية، أو نقص في وظائف الصفائح الدموية الوراثي أو المكتسب. جيم، بيحتاج المريض إلى نقل البلازما امتى؟ في حالات نقص عوامل التجلط الوراثية زي عامل 8 وعامل 9 مثلا، وكذلك نقص عوامل التجلط المكتسبة زي في أمراض الكبد ومرض البربرة، وكذلك في علاج حالات النزيف الناتجة عن زيادة أدوية التجلط. إيه الاحتياطات اللازمة لنقل الدم اللي المريضة لازم تعرفها؟ غسل اليدين جيدا وارتداء قفاز مناسب الحجم، والبحث عن وريد كبير لنقل الدم يناسب حجم الكانيولا، واخذ ملاحظات المريض من نبض وحراره وسرعه تنفس قبل نقل الدم، وتدفئه الدم، لازم ندفي الدم لان الدم جاي من ثلاجه لازم ندفيه، خاصه في الاطفال الرضع وصغار السن او في حالات نقل الدم بصوره سريعه. ويراعى اعطاء الدم في خلال نص ساعه من خروجه من الثلاجه، وده عشان نمنع انتشار البكتيريا، واستخدام فلتر أو مرشح الدم في عملية النقل، وعدم إضافة أي شيء مع نقل الدم في نفس الوريد. إيه الملاحظات المطلوبة أثناء نقل الدم؟ الملاحظات دي هامة جدا في بداية نقل الدم في أول 15 دقيقة، وهي حدوث إحمرار في الوجه وحكة وقيء وارتفاع في درجة الحرارة وزيادة في النبض وصداع وتغير لون البول أو ألم بالظهر أو رحش أو هبوط حاد. هذه الأعراض قد تدل على حدوث الأعراض الجانبية لنقل الدم زي التكسير الحاد بسبب عدم التطابق أو التكسير المزمن أو بسبب تفاعلات حرارية أو بسبب تفاعلات الحساسية. يبقى دي ملاحظات لازم نشوفها خصوصا في أول ربع ساعة من نقل الدم.